就是还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 وجل ولكن على يقين بأنه إن شاء الله سيكون عند الله عز وجل من المكرمين المنعمين. الأمين عرفته أزيد من 40 سنة، رجل عاش لله وعاش. إذا كان لابد من بعض الحزن والأسف على الجهات التي ستفتقده. سي الأمين أمة واحدة، أمة كاملة، إذا ما تعلق الأمر بأعمال الخير بشكل عام وببناء المساجد ودور القرآن ومؤسسة التعليم العتيق وجمع وتوزيع المنح للطلبة المحتاجين وللطالبات المحتاجات. سي الأمين أمة وحده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله عنده إن شاء الله في الشهداء وفي الصالحين، وكما جمعنا ربنا عز وجل معه في هذه الدنيا على أحسن حال، على القرآن وعلى طريق الدعوة إلى الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيد جمعنا معه إن شاء الله في الآخرة على حوض رسول الله، نغرف جميعا من كفه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.